Good morning, middle two. How are you today? I hope you are doing well. Actually, today you are going to complete unit 9. So, let's start. The title of unit 9 is Watch, Listen, and Make. Today you are going to complete it. Lessons 4, 5, and 6. Let's start with the vocabulary. The first vocabulary is orchestra. Orchestra. Orchestra زي ما كلنا عارفين معناها الفرقة الموسيقية. Musician. Musician. Musician يعني موسيقار. Recommend. Recommend. Recommend يعني يوصي أو يزكي. يوصي بمعنى بيقدم نصيحة. Right? I recommend you to visit the Cairo Museum when you visit Egypt. يعني لما تيجي تزور مصر I recommend أنا أوصيك أو حاجة كويسة أنك أنت تزور Cairo Museum متحف القاهرة as example. Radio reporter. Radio reporter يعني مراسل إذاعي. Disabled. Disabled يعني شخص عاجز أو شخص عنده إعاقة. Okay. Concert. Concert يعني حفلة موسيقية like عمرو دياب concerts زي الحفلات اللي بيعملها عمرو دياب as example يعني. Let's complete the vocabulary. Proud. Proud. Proud يعني فخور وغالبا بيجي معها preposition أو حرف جر اسمه of like I'm proud of you. I'm proud of you يعني فخور بيك. Wonder. Wonder يعني بيتساءل like I'm wondering if you can help me or not. أنا كنت بتساءل لو كنت تقدر تساعدني أو لا. Div. Div. Div يعني شخص أصم. يعني he cannot hear you. He cannot hear your voice. ما بيقدرش يسمع. Blind. Blind. Blind معناها أعمى أو كفيف. شخص who cannot see. ما بيعرفش يشوف. Braille. Braille. Braille دي طريقة اسمها طريقة Braille للمكفوفين. تقدر تقرا مش بعينك عن طريق حاسه اللمس بصوابعك بيكون ليها كتب سبيشال بوكس كتب خاصه بيكون الى حد ما الحروف بتاعتها بارزه لفوق شويه فلما تحط صباعك تبقى عارف الحرف ده ايه تقدر تشبك الحروف مع بعضها وتقدر تنطق وتقرا. سكيلز. سكيلز. سكيلز يعني مهارات. Right as example ممكن نقول the main skills to learn any language are 4. المهارات الاساسيه لتعلم أي لغة هي أربعة reading, writing القراءة والكتابة speaking and listening يعني الاستماع والتحدث. Now let's complete with the verbs. الأفعال عندنا النهاردة the first one الفعل الأول learn. 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 Learned. Learned. أو learn. Learned. Learned. أنا آسف هنا في خطأ مربعي هي learn طبعا يعني يتعلم. يتعلم. I'm sorry. دي مش صح. المفروض هنا يتعلم. والبسط بتاعها البريتش بيقولوا learned learned. الامريكانز بيقولوا التصريف بتاعها learned learned. كده صح وكده صح. Meet met met. Meet met met. Meet يعني يقابل. وطبعا لو حطينا ing في اخرها بقت meeting يعني اجتماع. Fall feel fallen. Fall feel fallen. Fall يعني يسقط يقع. heart 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 يعني يؤذي او يجرح. right وممكن تيجي كمان بمعنى يؤلم بس هنا كمعناها كفعل كفعل as a verb معناها يؤذي او يجرح. hide 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 يعني يختبئ. hide head hidden عشان ساعات بنقول عندنا ملفات hidden في الكمبيوتر hidden يعني مخفيه يعني مش قادر اشوفها. right Let's complete. Let's complete words and opposites. الكلمات وعكسها. عندي كلمة behind. Behind يعني خلف. والopposite بتاعها in front of. يبقى in front of يعني أمام. وbehind يعني خلف. International. International يعني حاجة عالمية أو حاجة دولية على نطاق عالمي. الopposite بتاعها يبقى local. local local يعني شيء محلي. interesting 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 يعني شيء شيق او ممتع.
طبعا لازم نلاحظ ان الادجكتيفز عندنا لو اخرها اي ام جي فبنستخدمها لوصف الاشياء. فلما اقول اتس ان انترستينج فيلم، اتس ان انترستينج فيلم يعني ده فيلم ممتع، مظبوط، عشان اخرها اي ام جي اقدر استخدمها لوصف اي شيء، رايت. لكن لما احب اوصف انسان ما بحطش في اخر الصفه اي ام جي، احط اي دي، فاقول هي از ان انترستد مان، يعني هو شخص شيق او بتحب تقعد معاه او تتكلم معاه. او I am interested in English language، يعني انا مهتم بدراسة اللغة الانجليزية. boring، boring يعني ممل، شيء ممل، right؟ عكس طبعا interesting يعني شيء شيق او ممتع. ايه رأيكم في الانيميشنز دي؟ ظريفة؟ احنا بنحاول نحط اي حاجة او نعمل اي حاجة تحببك في التعليم وتخلي السيشن بتاعنا انترستينج. النهارده نتكلم على بعض نقاط في اللانجوج نوتس. نمبر 1 اوركسترا. احنا اوركسترا عارفين معناه فرقه موسيقيه، حلو، بس كنوع من انواع المعرفه الاكثر والتفاصيل اكثر، هي فرقه موسيقيه دايما بتعزف موسيقى كلاسيكيه. يعني ايه كلاسيكيه؟ يعني موسيقى قديمه شويه. طيب like can you give me an example? Sure. شوف الاكزامبل ده كده، بنقول ام كلثوم had a great orchestra. ام كلثوم كان عندها فرقه موسيقيه عظيمه. طبعا ام كلثوم مش بتعزف مودرن كلاسيك، الله يرحمها، هي طبعا كانت الفرقه بتاعتها بتعزف موسيقى كلاسيكيه. ايه الفرق بينها وبين باند؟ باند برضك معناها فرقه موسيقيه. الله، طب هو كده يعني زي بعض؟ اقول لك لا، في a bit of different، في اختلاف بسيط كده اهو. بنقول باند معناها فرقه موسيقيه بس دايما بتعزف موسيقى شعبيه او موسيقى الجاز، right؟ ممكن فور اكزامبل نقول سمير's band، يعني الفرقه الموسيقيه بتاعه مستر سمير، plays pop music well، بتعزف pop music. pop music يعني الموسيقى الشعبيه، right؟ جاي من كلمه popular يعني شعبي. نكمل مع بعضينا، هنتكلم على كونسرت. برضك كونسرت معناها حفلة موسيقية، زي الحفلات يا ولاد اللي بيعملوها المغنيين والمغنيات زي عمرو دياب او اي مغني تاني، ويقول لك هنعمل مثلا حفلة في الساحل الشمالي في النورث كوست، هيبقى في عمرو دياب نيكست كونسرت هتكون في هناك. فكونسرت يعني حفلة موسيقية، right؟ example I love music، انا بحب الموسيقى. I will go to the concert، هروح الحفلة الموسيقية دي وهحضرها. نمبر 2 هنتكلم على disabled. disabled يعني شخص عنده إعاقة أو عاجز، ما بيشوفش، ما بيسمعش، عنده مشكلة في رجله، في الحركة، whatever يعني. For example ممكن نقول he has lost his leg، هو فقد ساقه. He is disabled، هو معاق أو عنده إعاقة أو هو عاجز، right؟ لأنه فقد ساقه، لا قدر الله حصل له an accident، حادثة فقد فيها ساقه. Let's complete. احنا قلنا هنا بقى هناخد this the disabled. The disabled حاجة تانية معناها متحدي الإعاقة، وبنستخدمها كاسم جمع. يعني ايه اسم جمع يا مستر؟ يعني هي بالانجلش بنقول عليها uncountable nouns، ما بتتجمعش، right؟ فنقول زي disabled يعني متحدي الاعاقه. have a private gate، ليهم بوابه خاصه، بوابه دخول خاصه بيدخلوا منها. to get into the cinema، عشان يدخلوا السينما، ما بيدخلوش مع الناس التانيين عشان ممكن يبقى في سلالم هم مش هيقدر يطلع. فالناس المتحدي الاعاقه بيعملهم special entrance او private gate، يعني بوابة خاصة. unable، unable يعني غير قادر، مش قادر اعمل حاجة معينة. دي مش معناه ان انا معاق، معناه ان انا مش عارف، وفي فرق كبير جدا من الاثنين. he is unable to use a computer، هو غير قادر انه يستخدم الكمبيوتر، لو اخذ كورس هيعرف. لكن disabled حد فقد رجله، خلاص بقى يعني هيحرك اطراف صناعية او whatever، لكن مشكلته ممكن تزال قائمة او تتحل جزئيا لكن مش كلية، كلية يعني مش هيقدروا يجيبوا رجله اللي راحت في الحادثة يرجعها له تاني.
شفت الانيميشن دي ظريفه ازاي؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ smile to the lives and life smiles to you. خلي بالك ما نقولش smile to the life, the life smile to you, عشان هنا life the present simple لازم احط s, right? Now it's our time with the exercises. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, بنقول the violin is one of the musical tools ولا machines, an instrument ولا astronauts. الفيولين، الفيولين هي الكمانجا، تعتبر ايه؟ طبعا تعتبر musical instrument. Instruments يعني احد الايه؟ الالات الموسيقية. Thank you. Number two, we need someone to sew the costumes ولا costume ولا customize ولا colors. طبعا الإجابة السليمة هي customs. ليه يا مستر؟ إن هي معناها زي أو الملابس زي معين بنلبسه، فهو محتاج شخص يخيط له الملابس، مش الجمارك مثلا ولا مستحضرات التجميل مثلا ولا الألوان. حد بيخيط ألوان؟ حد بيخيط مستحضرات تجميل cosmetics؟ ولا حد بيخيط كاستمز اللي هي الجمارك؟ طبعا لا، الطبيعي ان احنا بنخيط الزي او الازياء او الملابس اللي احنا بنلبسها. Number three, this portrait was painted by a great art ولا artist ولا farmer ولا teacher. البورتريت يعني هذه اللوحة تم تلوينها by a great، بواسطة مين بقى؟ طبعا اكيد هيكون فنان، يعني اللي هو artist، مش الفن هو اللي هيلون ولا الفلاح هيلون ولا التيتشر المدرس هو اللي هيلون. ننتقل الى اكسرسايز جديد نمبر 4. I can make, write, take, do nice photos with my mobile. هنا take مش معناه ياخذ، هنا معناه يلتقط، صح كده؟ ينفع اقول اعمل nice photos، اعملها ازاي؟ ولا اكتب قصص لطيفه ولا اعملها ولا التقطها؟ طبعا الاجابه السليمه هي تيك. نمبر 5، ماي فاذر يوزد تو، ابي كان معتاد على دو ولا بلاي ميك ولا جيف ذا جيتار. بيعمل ايه في الجيتار؟ الجيتار آلة موسيقية اكيد بيعزف عليها، ينفع نقول جيف ميك دو ولا بلاي؟ ها نفكر. برافو، كليفر جيرلز كليفر بويز، انا سامعهم بيقولوا لي يا مستر هي play. My father used to play، يعني كان معتاد على العزف على الجيتار. Question number 6. She has got a new sewing machine، يعني هي جابت واشترت مكنة خياطة جديدة. To عشان تعمل بقى ايه؟ sew. خلي بالك sew ده الماضي بتاع see sew seen، دي sew يعني رأى، sew يعني ولهذا أو لذلك، say يعني يقول، لكن سول دي معناها يخيط. طبعا هي جابت ماكينة خياطة جديدة عشان تعمل ايه في الاور كلوز؟ ها عشان تعمل ايه في الملابس؟ طبعا تخيطها. يبقى الاجابة السليمة هي سول، اكزاكتلي هي دي الاجابة السليمة. ننتقل الى اكسرسايز جديد وكويتشن نمبر 7. To me يعني بالنسبة لي playing the piano، العزف على البيانو is one more exciting than playing the، هو يعني اكثر اثارة او متعة، هي بتحب كده اكتر او هو بيحب كده اكتر من العزف على الايه بقى؟ زي ايه؟ trumpet ball goal art. في حد بيعزف على art؟ بيعزف على الفن؟ حد بيعزف على الجول الهدف؟ حد بيعزف على الكرة ولا بنعزف على trumpet؟ طبعا اكيد بنعزف على trumpet. الإجابة دي خطأ، أنا آسف، الإجابة السليمة هي trumpet. Trumpet is the correct answer. The correct answer is trumpet. I'm sorry for this convenient. Question number 9. You have to pay to enter the museum. أنت لازم تدفع عشان تقدر تدخل المتحف. But it's money dollar free busy for kids. بالنسبة للأطفال الدخول طبعا بيكون free. Question number 9. My son
news leaves gets ولا gives how to play chess. يعني ابني المفروض بيعرف ازاي يلعب شطرنج. يبقى الاجابه السليمه هي news. يعلم او يعرف كيف يلعب لعبه الشطرنج. Now let's complete the exercises and exercise number 10. The students يعني الطلبة who are good at اللي هم كويسين في act والacting والactor والactress can take part in the play. الأولاد أو الطلبة اللي هم ماهرين أو كويسين في طبعا التمثيل هم اللي يقدروا ياخدوا دور في المسرحية. طبعا act يعني يمثل. أنا عايز good at هو كويس في التمثيل يبقى acting. actor يعني ممثل واكترس يعني ممثلة. يبقى الإجابة السليمة هي طبعا acting. Thank you. Let's go to next one. Number 11. I can't play music. أنا لا أستطيع العزف عزف الموسيقى. But I can bend. Bend يعني بلون. بلون إيه؟ ها؟ sign ولا sense ولا play ولا scenery. طبعا بلون scenery منظر طبيعي أكون رسمته for the play علشان المسرحية. We always go to the club, cup, glass, class ولا room to play with my friends. عشان ألعب مع أصدقائي. عشان تلعب مع أصدقائك بتروح فين؟ تلعب في الفصل يعني؟ تلعب في حجرة ولا تلعب في النادي؟ طبعا club يعني واضحة جدا جدا جدا. دي number 12. The correct answer is club. أرجو أن يكون الـ exercises وضحت. وهنا في عندنا homework. الهومورك دي اكسرسايز دي عندنا ثلاث جمل هومورك ارجو ان احنا نعملهم وتبعتوا لي الاجابات. اكسرسايز نمبر 13 بتقول tourists from all space the world visit the Egyptian museum. نختار وانا منتظر الاجابه. I started taking nice photos sweet potatoes photographs ولا plateau on a school trip. نمبر 15 there are portraits parties ولا cartoon of famous Egyptian in the museum. منتظر الإجابة. Please send me your answers as soon as possible. I am waiting. أنا منتظر الإجابات بتاعتكم كلكم عشان يحصل تفاعل بيننا وبين بعضينا عن بعض. Thank you very much for listening and I wish you all a wonderful day. اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.